مشاهدينا حقك تعرف لليوم رح نفردها كمساحة للإجابة على أسئلتكم. مشاهدين برنامج عوافي، وضيفنا اللي انضم لنا لليوم هو الدكتور هادي أبو هنطش، اختصاصي أمراض وتدخلات القلب والشرايين، هو اللي راح يجيب على هذه الأسئلة. مرحبا فيك دكتور هادي. أهلا وسهلا فيكم ست آيات وتلفزيونكم، وإحنا اليوم طبعا قاعدين في مستشفى فاه الجديد، وأهلا وسهلا فيكم كمان دكتور هادي. بداية خلينا نتحدث عن العوامل التي تنذر بالخطر من ارتفاع ضغط الدم. ضغط الدم الحقيقة متعارف عليه بين الناس العامة إنه القاتل الصامت، كلمة بحبهاش أنا لأنه ممكن تخلي المريض يخاف شوي. قاتل صامت، إذا ممكن تكون أعراضه صامتة. أبدعتي، يعني ممكن المريض يكون عنده ضغط لمدة حتى سنين بدون ما يكون عنده أعراض معينة. طبعا الإشي اللي إحنا بنشوفه كثير عند المرضى شو بصير عندهم أوجاع رأس غير مفسرة، بيروح عن طبيب الأعصاب بيفحص العيون بيفحص كل الأشياء اللي لها علاقة بوجع الرأس وما بيلاقوا، وبعدين بيكتشفوا أنه عنده ضغط دم. هذا الأشياء اللي إحنا بنلاقيه كتير عند المرضى، لكن في ناس كتير بيكون صامت أبدا، بيجي بس مجرد أنه ضغطه عالي بدون ما هو يكون عارف. يعني مؤشر الأول لارتفاع ضغط الدم هو أوجاع الرأس أو انخفاض ضغط الدم عند بعض الناس وليس كل الناس. دكتور نحدد من وين وجع الرأس يكون، لأنه تنخلط على الناس، في ناس يقول لك من جوانب الرأس، ناس يقول لك من عند العيون. معظم المرضى ست آيات اللي عندهم وجع رأس من الضغط بيكون الوجع يعني بعموم الرأس، مش إنه بيجي بمنطقة واحدة، مش عند العين أو العينتين، لا بيكون بحس رأسه كله. وبعضهم بيوصف بيقول لك أنا رأسي ضايج دكتور مع وجع الرأس، هي نقولها الدوشان. أيوة دوشان، إنه رأسه مدهوش. طيب دكتور في هذه الحالة كيف نتأكد من إنه هاي الحالة فسيولوجية عادية مترافقة مع يعني حالة نفسية معينة أو ضغوطات معينة رياضات معينة، ولا هو مرض فعلا؟ الضغط لما إحنا نقيس ضغط المريض في العيادات، أول إشي بنحاول نخلي المريض ناخد ضغطه هو مرتاح شوية، مش أول ما يقولنا صباح الخير تفضل بقعد على الكرسي باخذ ضغطه. لذلك على سيرة الاسترخاء عياتك ما شاء الله الموسيقى الهادئة هي الطابع الأول. شكرا للمرضى ولإلي مهم جدا. صحيح، بيساعدهم على خلق حالة من الاسترخاء 100%. فبنخليهم يرتاحوا كم دقيقة بعدين بناخذ ضغطهم. لازم يكون الضغط ناخده من الإيد اليمين ومن الشمال، ما يكفي من إيد واحدة، ولازم يكون هو من الذراع إذا كنا دقيقين، مش من الإيد، من الذراع، ولازم يكون الذراع على مستوى القلب. وهو كيف أنا جالس الآن هلأ ممتاز إني أخذ ضغطي أنا، بس ما بشوفه وهو نايم المريض على ظهره، هذا من الأخطاء اللي بترتكب بعض الأحيان. ولازم تقارن الضغط بالإيدتين، إذا طلع الضغط عالي لنفرض بإيد واحدة وبالتانية مش عالي كثير، إحنا نعتبر العالي هو الصح مش الأوطى عشان سلامة المريض. وبنعيد كم مرة نقيس؟ في أول مرة لما يجي المريض بنقيس بالأول يمين وشمال أول مرة، إذا كان عالي أو الرقم شبه عالي بنخلي المريض يرتاح كم دقيقة، خمس دقائق، وبنرجع بنعيده. هذا بيكفي بالزيارة الأولى. هلأ إذا عندنا شك كبير المريض عنده ضغط مزمن، في إشياء عوامل أخرى تعطينا زي هنتس بنسميها باللغة الإنجليزية، إنه بتقولنا والله هذا المريض عنده ضغط بس هو مش عارف. مثلا نعمل له تخطيط للقلب، في إشياء بتبين بالتخطيط إنه هذا المريض عنده ضغط بس هو مش عارف. نعمل ألترا ساوند للقلب اللي بسميه بالإيكو، فبيكون في زيادة سماكة بعضلة القلب، هو ما عنده سبب آخر، فبنقول لا هذا المريض عنده ضغط هو مش عارف، وهكذا. إذا لقينا هاي الأشياء إحنا بنعالج المريض من أول مرة، ما بنستنى حتى نراقب الضغط بعدين. دكتور من ضمن الأسئلة اللي وردتنا على صفحة قناة التغيير موجهة لبرنامج عوافي أيضا، هو سؤال: أنا أشعر بالدوخة والدوار أول ما أستيقظ من النوم مباشرة من أقوم من السرير، هل هذا يدل على أنه لدي مرض ضغط دم ولا حالة طبيعية؟ سؤال كتير وجيه اللي سألتي، اللي بيقوم من التخت الصباح ولما يهم من التخت ويقوم ويوقف وبيدوخ، هذا ما بيكون أعراض ارتفاع ضغط دم، هذا بيكون أعراض أنك أنت لما وقفت الضغط هبط أكثر من الطبيعي. شو يعني هبط أكثر من الطبيعي؟ الرقم مفروض ما ينزل أكثر من 10 مليمتر مركي بزئبق، يعني لما توقف مثلا، فإذا زاد عن 20 الهبوط راح تدوخ. هذا حتى لو تكرر يوميا؟ ما هو هذا بيكون هبوط في الضغط مع تغيير الجلسة تبعته، نايم واقف قاعد وقف، فهدول المرضى عندهم شغلة ثانية، هاي مش ارتفاع ضغط. دكتور ما الفروقات بين ارتفاع ضغط الدم، انت قلت هبوط ضغط الدم، شو الفروقات بينهم من ناحية الأعراض؟
الأعراض المريض اللي عنده هبوط في الضغط عادة بحس إنه ما عنده طاقة ما عنده إنرجي بحس بإنه بسهولة لما يتحرك يعمل أي شيء مجهود إنه ما بيقدر يبذل طاقة بطريقة طبيعية بس عنده دوخة زي اللي وصفتيها لما يوقف وأحيانا دوخة هو نايم بالتخت إلى آخره بيكون ضغطه واطي شو يعني كلمة ضغط واطي الضغط الواطي المتعارف عليه عنا إن جنرال بالطب تبعنا لما الواحد يقرب على 90 الرقم اللي فوق وتحت بنسميه هذا ضغط واطي طبعا كله بيعتمد مثلا عندنا الصبايا الصغار كتير عندنا وعايشين طبيعي ويكون ضغطها 88 هذا لا يعني عندها مرض هذا طبيعة لا ينظر إلى كرقم حسب وضع من هو المريض اللي انت بتعرف ومن الأكثر خطورة مرضى ارتفاع ضغط الدم أم مرضى انخفاض ضغط الدم سؤال صعب جوابه لأنه مريض انخفاض ضغط الدم عادة بيكون عنده شيء مرتبط آخر بأمراض أخرى شكرا لك فبيكون هو مشكلته بالمرض الآخر مش بالرقم هذا لكن مريض ارتفاع ضغط الدم هو خطر ليش؟ لأن ضغط الدم يؤثر على كل شيء بالجسم من قمة الرأس لأخمص القدمين رحت على الدماغ على أنسجة الدماغ ممكن يحصل عندك نزيف من ارتفاع الضغط لا سمح الله جلطات دماغية لا سمح الله نوبات قلبية ننزل تحت على الرقبة شرايين الرقبة والدماغ ممكن يصير فيهم مشاكل تضيقات بننزل على القلب بيعمل ضعف بعضلات القلب بيعمل تضيق بشرايين القلب قد يؤدي إلى تفاقم جلطات القلب وأعراضها السيئة لما ننزل على البطن ممكن هو يوسع شرايين الكبيرة زي الشريان الأورطي بالصدر أو الشريان الأورطي بالبطن من كثرة الضغط عليه ممكن يؤدي إلى تضيق بشرايين الكلى هبوط بالكلى وظائف الكلى إذن مخاطره واسعة الأطياف طبعا بما أنه عم نحكي عن الضغط خلينا نحكي عن الضغط من نوع آخر الضغط النفسي والأدرينالين والنور أدرينالين قديش بيلعبوا دور في ارتفاع ضغط الدم وهل هي معلومة صحيحة بيقول لك والله على زعلة أو على مشكلة مر فيها فجأة أصابه مرض الضغط هلا بدنا نفرق بين شغلتين إذا أنت زعلتي وأنا زعلت ممكن يطلع الضغط تبعي بس إذا زعلتي أنت 6 أيام مش راح يصير ضغطك 200 على 120 يعني ممكن إذا ضغطك الطبيعي 110 على 70 تنرفزي تتضايق يصير 130 على 85 90 بس ما بصير رقم عالي جدا اللي بصير 200 على 100 ويقول والله لأني زعلان شوية مبالغ فيه فهمت علي هذا أولا الإشي الثاني الضيق النفسي والزعل والغضب بيرفع الضغط مريض الضغط احنا بنحب نكون نعلمهم كيف يكون كول بيرفع الضغط بدنا نحكي للشخص اللي ما عنده مرض ضغط ممكن يرفعه بس مش بأرقام عالية جدا زي ما حكيت خلاص تسجل عليه وصمة مريض ضغط دم الجواب لا هذا المريض شو بنعمل في مرضى كثير احنا بيجي عندنا المريض بنشك انه عنده هذا الضغط المتفاعل نسميه بنقول له يقيس ضغطه في اجهزه الضغط الان دقيقه جدا في البيوت بسجل ضغطه اول ما يصحى الصباح وقبل ما ينام بالليل على اسبوع او اسبوعين حتى الساعات الذكيه بدات تقيس وتعطينا مش قراءات بالدقة. لا الادق واحد تبع الضغط اللي في البيوت اللي بنحطه برضه حوالين الذراع في اجهزه من شركات معروفه انا بفضل انها تستعمل فالمريض بيقيسها صباح وقبل ما ينام بالليل بيكتبها على ورقه على اسبوع او اسبوعين بيجيب الجهاز نفسه عندنا بنقيس دقته بنشوف الارقام الموجوده قد يكون هذا هي الطريقه الفعاله جميل جدا هذا بيتطلب اكيد زياده وعي المريض تجاه التعامل مع حالته قبل ما تتوجه للطبيب 100% السؤال الثاني اللي وصلنا ايضا بانه أنا كرياضي عندما أبذل جهد خصوصاً لاعبين كمالي الأجسام بحس بأنه جسمي يحتر بحس أن الدم ينتفض جواتي هل هذا يعني بأني مريض ضغط دم ويستلزم أني أذهب لقياس ضغط دمي؟ شقين من سؤالك أول شق إحنا لما نعمل رياضة لما نعمل واحد كارديو بالجيم الضغط بيرتفع أنه عادي طبيعي لما تطلع على الجيم وتشتغل بس بيطلع بإنكريمنتس بنسميها احنا بالطبع عارفين انه هذا يعتبر من ضمن الطبيعي هلا في ناس بيكون اكزاجريتد انه زياده عن اللزوم مثلا بلش ضغطه 120 على 80 قبل الجهد بعدين على نهايه الجهد وصل 200 على 110 ارتفعت في شيء بيكون في هو بينبهك اكثر مرحله بقياس الضغط بالجهد لما يكون واحد على مثلا تريدميل والى اخره بيدل على انه في ضغط اول ما توقفي فحص الجهد اول ما توقفي خذي الضغط إذا عالي جداً بيكون المريض بالغالب عنده ضغط إذا أول ما يوقف مش هو حتى بيركض هلأ الشق الثاني إنه بنطلب من المرضى إحنا اللي عندهم ضغط رفع الأثقال وكمال الأجسام إحنا ما عندنا مشكلة بتعرف الجيل الجديد بيحب هذا الشيء مهووس بهذا الموضوع لكن
انت بدك تروح تعمل تبني جسمك بنفس الوقت ما تخلي هذا هو السبب الوجيه الوحيد اللي بوديك على الجيم، لانه هذا مش منيح للقلب والضغط. الرياضه منيحه للضغط؟ ممتازه، بس لازم يكون ضغطك بالاول الدكتور مرتب لك اياه. اذا كنت مريض ضغط ممكن العب رياضه؟ اذا ضغطك غير منتظم ما بصير، بس لازم لا ينصح. لازم ننظم لك. بس في رياضات معينه لمرضى الضغط. احسن رياضه لمريض الضغط انه ضغطه يكون منتظم ويعمل كارديو، هذا احسن. جميل. او السباحه، الرياضه من ناحيه تعرف الجوجينج، بريسك ووكينج، هذا كثير مهم. دكتور، وسؤال اخر وردنا ايضا بانه انا كمريض ضغط دم ولدي هذه الادويه الموصوفه، هل استطيع تغييرها ام هي ستبقى ملازمه لي بنفس العيارات طوال مده الحياه؟ سؤالك برضه وجيه كثير، كثير من الاخوه المرضى بيسالوا سؤال، طب يا دكتور انا صار لي على هذا الدواء 3 سنين بقولوا ببطل يشتغل بعدين، هي مقوله مغلوطه مليون بالمئة. دائما نظرتنا هكذا الى الادويه، حتى الباراسيتامول، بانه اذا بتضلك تاخذ نفس النوع ممكن. في شيء اسمه بالطب اسمه تولرنس، انه جسمك تعود عليه. صحيح. دواء الضغط انت ما بتتعود عليه، ما تخاف، انت بتاخده ما دام بيشتغل كويس مش عامل لك اعراض جانبيه، فاذا ادى الغرض اللي بدنا اياه فبتضلك عليه. امتى بغير الدواء؟ اذا صار عندي اعراض جانبيه سواء لها علاقه او في وظائف المختبره اللي فحصناها، في بعض الادويه ترفع البوتاسيوم، بتعرفي اللي بتكون فيها مدرات بول بتنزل البوتاسيوم الى اخره، هاي الاشياء اللي بتخلينا نغير الدواء، او الى فجاه ارتفع ضغط المريض اللي كان منتظم على نفس الدواء، بنغير الجرعات، بنزيد دواء اخر الى اخره. دكتور، ننهيها بسؤال جاءني من احد اقاربي بانه انا مريض ضغط، اصحى الصبح اخذ حبه الضغط وانام بالليل اخذ حبه الضغط، لكن مواعيد نومي واستيقاظي متفاوته، هل هذا ممكن يضر بفاعليه دواء الضغط؟ وشو الحل تجاه هذا الموضوع؟ ليس له اي علاقه بالفاعليه. يعني انا صحيت 8 10 12 نفس الموضوع؟ ما له علاقه بالفاعليه، لما نقول خذ دواء الضغط مرتين باليوم، يعني بدك تفصله تقريبا 12 ساعه. و12 ساعه هم ما يحلو ليك بال12 ساعه، افرض في حدا بينام ل12 الظهر بيقوم 12 الظهر باخذ الحبه، وبينام بالليل الساعه 1 بالليل على 12 بالليل باخذ الحبه الثانيه وهكذا. جميل. والعيارات بتختلف مثلا بعد فتره معينه ممكن الجسم يتحسن حالته فتقل؟ هلا سؤالك برضه في غايه الاهميه، بنقول لمرض الضغط رساله مهمه بالنهايه، مرض الضغط الكنترول تبعه مش بايد الطبيب، هي بايد المريض. إذا عندك وزن زيادة نقصه، إذا بتاكل ملح زيادة صح. خففه، إذا ما بتعمل رياضة منتظمة اعمل رياضة صح. منتظمة، إذا عندك شخير ليلي ونقص أكسجين ليلي استشير طبيب الصدرية والتنفسية يمكن يطلع عندك مشكلة صحيح. أخرى وهكذا، إذا بشرب كحول الواحد زيادة هذا غلط لأنه بيؤدي إلى ارتفاع ضغط، زيادة القهوة، زيادة الشاي، زيادة الكافيين، يعني يحاول الواحد قد ما يقدر انه يعمل كنترول على هاي الاشياء. كل ما كانت الحياة صحية كل ما ضمنت لنفسك صحة وعافية تلازم جسدك مدى حياتك. دكتور، من هنا انهي حديثي معك، نتمنى الصحة والسلامة لجميع مرضى ضغط الدم، كل الشكر لك دكتور، ونتمنى ايضا ان نكون اجزنا في ردنا على الاسئلة اللي وردتنا. ما شاء الله عنكم، وانا سعيد انه شرفتونا اليوم، وان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى، سلامة الجميع اللي بيسمعونا اليوم.